تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي السموم تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي السموم يا براتنا يا روح العطر رد يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم ضيعوني ولا أنا تهت الطريق ودروني صديق ولا رفيق ضيعوني ولا انا تهت الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ودروني لا صديق ولا رفيق يا براتنا يا روح العطر رد في دروب الليل وحدي والسكون الشقيق دنيتي دمع الشجون في دروب الليل وحدي والسكون الشقيق دنيتي دمع الشجون كل شي يسأل يسأل من أكون أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا براتنا يا روح العطر رد يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور الفجر
السلام عليكم يا خالي. وعليكم السلام، حي الله بعيسى. كيف حالك طيب؟ خير الله يسلمك. السلام عليكم شباب. شلوم؟ تكفى الهموم خالي، صوبك. ماشي إلا الخير. ماشي أخبار؟ سلامتك. الحمد لله. حي الله. بعد شيء عندي علوم. هات. شمقي أحمد وأولاده بيكونوا معنا بعد شوية. أريدك تخلي بالك. الله يستر يا عيسى. الله يستر. لا 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 يا خالي، أنا ما أريدك تكون مرتبك وخايف كذاك. كل الأمور بتمشي مثل ما نحن نريد. بخليك الحين. ماما احنا عند حسن بيت الرديدة. ايوه عيسى، ايوه حسن بيت الرديدة، ايوه كلها 10 دقائق او ربع ساعة بالكثير نكون معكم. لا يا الشمق، من بوابة الجبل اللي عندنا يبغالك نص ساعة بعدك. خلي بالك من الطريق، الله يوصلكم بالسلامة ان شاء الله. تمام تمام. قريبين؟ قريبين. هلا مرحبا، كيفك؟ ان شاء الله بحاول بمر عليك اليوم. طالما قلت اني بحاول يعني بجيك. انا الحين في الدوام، بمرك العصر والمغرب. يلا خلي بالك على نفسك. عاد هذا ما بيت لي قاسم منين لي يا عيسى، صار لك سنة ونص وانت على هذه الحالة. هذا انت يا محسن، ابوي السلام لله وانت خليت فيها سلام. هذا بيت صغير، ما قاسم منين لقصر. كلها شهرين وان شاء الله بيته ويجهز، انا بس انتظر شحنة السيراميك بتوصل بعد يومين. صار لك 6 أشهر تقول لي هذا الكلام وما شاب منه فايدة. حرام عليك يا عيسى، حرام. اتق الله فينا، اتق الله. هلا احمد، بعدين نتكلم يا محسن. وين واصلين الحين؟ اها زين. طيب طيب Thank you.
الجبل الأخضر تعالي. هذا شوف وين؟ هذا ورود. ادخل وزارع الناس كذا. الحمد لله على سلامتكم. تعال حبيبي. يلا تفضل تفضل. انت كيفك؟ الحمد لله. ايش اخباركم؟ الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتكم. نور البيت. والله ما تغيرت. مرحبا. يا اخي انا الحين في الجبل الاخضر. خلينا نتكلم في هالموضوع بعدين. الدنيا ما بتطير. انا بنفسي بتصل بك لما ارجع. تمام؟ تريدني اجيب لك شيء من الجبل الاخضر؟ تمام. هذا واحد من الناس اللي يبغى يشتروا اراضي ويحشرنا واتصالات وربشه وفي النهايه ما يشتري شيء. خلينا من الشغل الحين، بصراحه الجو عندكم واجد حلو. حبيبتي بعدك ما شفتي شيء. بس اعتقد هالسنه كان البرد زياده عن السنوات الماضيه، صح عيسى؟ لا ما صحيح يا احمد. هذا لأنك أنت صار لك سنين ما جيت الجبل الأخضر. سمعت؟ والله الدنيا مشاغل مشاغل ليس. مشاغل أيوة. يا أخي عطي نفسك فرصة، عطي نفسك فرصة عشان ترتاح من هذا الشغل. أرجوك لا تفتح هذا الموضوع الحين، ولا تراها بتستلمني وما بتخلص منها. سمعتك، بس خلاص اليوم ما راح أقول لك شيء لأنك جبتنا هنا. نبيلة عندي لك مفاجأة. إيش؟ صور ألبوم الجامعة اللي ضاع حصلته. صحيح، هذاك اللي فيه صور عيسى واحمد ايام الدراسه. ايوه. صراحه ايام حلوه كانت. ماما نسيت بنتي في السياره. حد ينسى بنته في السياره؟ ماما بسرعه اريد بنتي. ان شاء الله، عطني المفتاح راح اجيب بنتها. انا بجي معك يا نبيله. يلا انا بعد اجي معاكم. انت من اليوم راح تكونين معايا يا حبيبتي، اتفقنا؟ طبقنا. شاطرة. يلا. يلا يلا. كيف حالك يا أمجد؟ خير؟ اشتقتي لعمتك حنان؟ ايوه حبيبتي. وهذه بنتك، ايش قلنا؟ شاطرة شاطرة. عسى الله يرزقني بنت مثل زينة. عسى إن شاء الله في أمل يا حنان. معقولة؟ أكيد؟ ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك. يلا نزليها علشان ما تأثر في الجنين. لا أرجوك يا نبيلة، عاد كل شيء ولا زينب. أنا أترجاك تنزليها ومسكيها بيدك. إذا كان كذا أنا موافقة. أنا بودي إنها ما تفارقني دقيقة واحدة. وهذا كلام بعد يا حنان، زينب مثل بنتك وأكثر. أقول لك خليها عندك على طول. أتمنى. وأنا أعرف يا نبيلة أنه ما حد بيفرح لي مثلك. عسى الله لا يحرمني منك. معقولة بعد 8 سنوات زواج؟ والله تستاهلي كل خير. حبيبي بس انا طماعه. اريد كل التفاصيل.
بقول لك بس بعد ما نروح داخل وتريحوا عشان العصر نطلع الجبل. يلا كل التفاصيل أمل. يلا كل شيء. هذه أمل وصلت. حبيبتي نورت البيت. الله يخليك. أنا مشتاقة أمل كثير. هذه جات. يلا أمل. الحمد لله على السلامة حبيبتي. الحمد لله. كيف حالكم؟ والله ما تغيرتي. ها حلوة مثل ما أنا. أيوة. كيف حالك؟ اشتقت لكم واجد 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 واجد. الله يخليك. زينب حبيبتي تعالي عند عمومي. تعالي يا عموري يا عموري يا عموري يا عمري. اشتقت لك أنا واجد 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 واجد. أنت ما اشتقتي لي؟ اشتقت لك يا رب. في اليد الحلوة. يا الله يا نبيلة ما تعرفي وجودكم معنا راح يعمل لي تغيير كبير في حياتي. أقله راح تكسر الملل. واحنا بعد جايين نغير جو من الشغل الكثير اللي عند اخوكم هذا. اشوف عجبتكم السوالف برا. يلا خلونا ندخل داخل. يلا تعالي. يلا ندخل. انت تعالي معاي. كيف انا قلت انك من اليوم راح تفارقيني صح؟ يلا. يلا جلسي حبيبتي. يلا جلسة قهوة معنا أمل. ليش واقفة؟ شكرا أكلت في الشغل. أمل كيف الشغل معاش؟ الحمد لله. كنت أحاول أطلب نقل لمسقط بس عاد 4 سنين وأنا أدرس في الجبل. إنزين جلسي معنا شوية على الأقل قهوة. والله شبعانة. يا أمل أنت صار لك مدة أصلا ما جلستي معنا. لا تغديتي معنا ولا تعشيتي معنا. يلا جلسي شوي. حنان والله ما اقدر. ما علي انتم كلوا الحين وعليكم بالعافيه. ادخل غرفتي ابدل ملابسي وارجع لكم. ناويين هاليومين نتكلم عن موضوع الميراث. ورثنا من والد الله يرحمه عيسى. اريدك تجهز الاوراق الخاصه في الموضوع. يا اخي اعطي نفسك فرصه. اعطي نفسك فرصه عشان ترتاح من هذا الشغل. اخوي محمد بيوصل من شهر العسل بالكثير بكره وبعده بيلحقنا ان شاء الله هنا. واحسن ما يكون اجتمع كلنا مع بعض ونخلص الموضوع. وانت مشغول وانا مشغول هو بعد مشغول. على كذا لمتنا الحلوه بتكتمل بوصول محمد المشاغب وزوجته. زين نحن بنروح نتغدى في وادي بني حبيب. بتروحي معنا؟ والله كان ودي بس ما اقدر اليوم. ما عليه نخليها مره ثانيه. يلا عن اذنكم الحين. الله معي. احمد هذه آخرتها يا أحمد. تسكر الخط فوقها. طيب أنا أعرف شغلي معاك. والله إذا ما خليتك تندم ما أنا طالب. إنزين ليش ما ترد؟ يمكن يكون شيء ضروري. خليك من هذا كله شغل. أنا الحين طالع إجازة وأريد أرتاح. إذا كان كذا زين لا ترد. أرجوش يا أمل لا تقطع الهاتف هذه المرة. سمعيني سمعيني أرجوش. كنت عارفة أنك راح تتصل. الود ودي أني ما أسمع منك ولا كلمة. أرجوش يا أمل أرجوش سمعيني شوية. إيش تريد تقول أكثر من اللي ما أخبر أخوي أحمد باللي طلبته مني؟ أيوة هذا اللي أريده. بس هذا أخوش أحمد ما ريده يعرف بأي شيء. ما ريده يعرف بأني إنك تريد تطلق أختي حنان علشان تتزوجني. كانت غلطة قبية مني. صدقيني كانت غلطة. غلطة؟ هالغلطة تكون مرة واحدة يا عيسى. بس كونك تطلب مني هذا الطلب مرتين فما أعتبره غلطة. هذا تأكيد وإصرار على رغبتك بالزواج مني. أنا المفروض ما أجلس في بيتك ولا لحظة. بس خايفة
خايفة على حنان تحس بشيء، وهي الحين حامل والأول مرة. والله كانت غلطة، غلطة، وأوعدك إنها ما بتتكرر. لكنها تكررت، وأنا متأكدة إنها بتتكرر. إذا ما الحين بعدين، بعد ما يرجع أخوي أحمد وأولاده المسقط. لما طلبت مني أول مرة إنك تتزوجني، عذرتك، قلت مسكين، خاطرة في أولاد. لكن ثاني مرة كانت قبل أسبوعين، يعني كانت زوجتك حامل. أريد أعرف، أنت ليش تريد تطلق أختي وتتزوجني؟ وهي المسكينة عاشت معك 8 سنين. أمل، أرجوك انسي هذا الموضوع، انسيه. هو إذا قلت لك ما أنسى يا عيسى؟ أحسن لك تنسي هذا الموضوع. إذا تريدي هذه الأيام تعدي على خير. ما أنسى وما راح أنسى. أو إيش تحب تلعبي معاهم؟ ألعب معاهم كرة. كرة، وإنت يا فهد؟ كرة. كرة تلعبها مع مين؟ مع زينب. مع زينب، ما بتلعب مع أمجد؟ ليش؟ خلاص بعدين راح نلعب كلنا كرة، زين؟ إيش تقول هذه البنت الحلوة الحبوبة؟ بايلعب كرة. عسى الله يرزقنا بنت مثل زينب. بس أنا أريد ولد مثل أمجد أو فهد، لكن إذا كانت بنت تكون مثل زينب. أنت تحب زينب يا عيسى؟ أوه كثير كثير. عسى الله يرزقنا بنت مثل هيا. الله يسمع منك يا رب. يلا يا عيسى، الأولاد يريدوا يلعبوا. نلعبهم. تريد تلعب يا فهد؟ تعال. مين راح ياكل تفاح؟ مين؟ أنا. برتقال؟ الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلي يا فهد، كيف حالك؟ ايش جالس تاكل؟ برتقالة. ها، على وين؟ جاي اخذ زينب معي شوي. تعالي يا زينب. رائعة بنت اخوش زينب. وانت الاروع يا عيسى. حنان، انا مستغرب من اخوش احمد، جاي وجايب اولاده وهذه البنت الحلوة علشان يغيروا جو، ويريدنا نتكلم في موضوع الميراث، كأنه هذا الرجال ما يريد يتمشي في القبل شوية. صدقي أنا مجهز له برنامج ترفيهي ممتاز، كنا نريد نروح كل الأماكن في الجبل، يعني نريد نروح صوب قبرين والمسفاه، وبعدين نروح الحمراء وكهف الهوتة. من وين بنحصل وقت علشان نتكلم في موضوع الميراث؟ يا عيسى، أحمد أخوي عنده خير والحمد لله، بس اللي ضاغطين عليه أمل وأخوي محمد، لأنهم محتاجين ويريدوا حقهم من الميراث. ولا تنسى أنك أنت اللي تخلص كل الإجراءات، وأنك كنت المساعد الشخصي لأبوي الله يرحمه، وأنت اللي تقوم بحصر التركة كلها. وبعدين هذه فرصة أن نجتمع كلنا بجبل الأخضر. أعتقد إنه يكفيها من الماي، لكن إذا تكون محتاجة نعطيها، أقصد نسقيها. أنت إيش تريد يا عيسى؟ ما أنا اللي أريد، أنت اللي تريدي. صحيح، نسيت إني أنا أعيش في بيتك، بس أوعدك أول ما وزارة التربية والتعليم توافق النقل للمسقط راح أترك لك بيتك. لا، راح أترك لك الجبل بما فيه.
لا تكبر الموضوع، هو ما يستحق انه يكبر. بهدوء تنحل اصعب الامور. انت ايش تريد يا عيسى؟ لما انت محتاجة فلوس ليش ما خبرتيني؟ كان لازم يعني تنتظري تقسيم ميراث والدك الله يرحمه. الحين فهمت، انت تريد تساومني بفلوسك عشان ما خبر اخوي احمد بطلبك القبيح. امل، عن الغلط لو سمحتي، انا كان قصدي اني اقدم لك خدمة بدل لا تضيع على احمد فترة انبساطه هنا في الجبل كم يوم. امري، قولي كم تريدي؟ 1000 2000 10؟ انت تستاهلي، امري وتدللي. مشكور، ما تقصر، وفر خدماتك لنفسك يا عيسى. تعال يا زين. بندور الحمرة بين الخضرة، لا تشبه خدودي حمرة. إن شاء الله قدر يقنعك عيسى تروحي تتغدي معنا في وادي بني حديد. أنا ما حد يقدر يقنعني بشيء إذا كنت أنا ما مقتنعة منه. زين، أنا بخبر الشغالة تجهز لك الغداء. لا، لما أجوع بخبرها بنفسي. أنت ديري بالك على نفسك، لا تنسي عمرك انك حامل. ان شاء الله. اكيد امل قالت لها شيء، وش المصيبة. فايش سرحان؟ كنت افكر فيش. زين، يلا ساعدني عشان ندخل الأغراض بالسيارة لأننا بنطلع بعد شوي. حاضرين، ومن عيوني. يلا. من هذا الرجال؟ هذا عم ناصر خال عيسى. ضيوفك ما شاء الله جاي الجبل اليوم، ها؟ اي نعم خالي. كيف حالك انت، عساك بخير؟ خير الحمد لله، الامور طيبه. الحمد لله، الحمد لله. نعم نعم. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، حي الله. عم ناصر كيف حالك؟ خير الحمد لله. عساك بخير. الله يعافيك. كأنك ما عرفتني. لا والله بعدني. انا احمد وسيب بن سليمان الله يرحمه. ايه نعم الله يرحمه. كيف حالك يا ولدي؟ كيف حال اولادك؟ الحمد لله كلهم بخير. الله يسلمكم. كيف حالكم انتم؟ ما جبتوا لنا علوم شيء؟ علومنا مع عيسى والله. ماشي يا خالي، من صوبك. ابدا سلام. ماشي، اخبار؟ الا الخير. الله يدوم علوم الخير. ما دام ضيوفك جايين. بنروح البيت مع بعض وبنتغدى هناك معي في البيت. نعم. وبالمره اخبرك عن الارض والمزرعه اللي خبرتك. لا لا خالي ما في داعي، احنا شايلين غدانا معنا في السياره. كيف؟ وبنتغدى في الوادي ان شاء الله. على راحتكم حضركم، لكن كنتوا بعدكم بكم موجودين في البيت. موجودين خالي. بس ان شاء الله لازم عاد معذره مع الغداء معي في البيت. ان شاء الله خالي، بنتصل فيك ان شاء الله وبننسق معك. حياكم الله. ما تبغاني اوصلك؟ لا لا لا، انا السياره ما اركبها الا عند صعود الجبل والنزول بس ان شاء الله. اما غيرها بس امشي لا رجولي احسن لي. يلا عيل خالي. يلا حياكم في امان الله. عيل ما تبغى الموضوع بعدين؟ ها خالي، بعدين ان شاء الله. حياكم الله. زين، يلا راحتكم. حياكم الله، موفقين. Thank you.
تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسرب عروقي لواهي السموم تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسرب عروقي لواهي العطر رد يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم ضيعوني ولا أنا تهت الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ضيعوني ولا أنا تهت الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ودروني لا صديق ولا رفيق يا براتنا يا روح العطر رد يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر مع الشجون في دروب الليل وحدي والسكون الشقيق بدنيتي دمع الشجون كل شي يسأل يسأل من أكون أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا برا يا روح العطر رد يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور